أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وعرفنا معنى كلمة مكر، وعرفنا أن الله خير الماكرين، لأنه لا يستطيع خلق من خلق الله أن يبيت على الله ولا أن يكيد لمرادات الله. فإذا أراد الله أن يكيد أو يبيت فلا طاقة للبشر في أن يعلموا، يبقى هذا هو المكر الحق. المكر الحق لا يكون إلا لخير دائمة. وقوله خير الماكرين لفتة إلى أن من المكر كما قلنا مكر خير، وهي الحيلة التي يراد منها التوصل للحق ليحق الحق ويزهق الباطل. وقلنا خير الماكرين ليلهم المؤمنين به أن يعملوا حيلهم وأفكارهم حتى يدخلوا في عداد قول الله وهو خير الماكرين. هذه الآية إنما جاءت لتمهد إلى شيء حدث من خصوم سيدنا عيسى عليه السلام حينما أرادوا أن يتخلصوا منه. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أرسل رسولا بمنهج من مناهج السماء ليبلغه إلى الأرض مؤيدا بمعجزة تخرق نواميس الكون وعاداته، فكان يجب على الذين يواجهون أمر الرسول أن لا يفكروا في أن يقتلوه، لأن الذي أرسل رسولا لمهمة أيرسله ثم يتخلى عنه ليمكن الناس أن يقتلوه؟ من الجائز أن واحد يقول لك ما لم يقتلوا أنبياء، يقول له يا أخي لا بد أن تفرق بين نبي وبين رسول. ممكن أنهم يقتلوا الأنبياء إنما ما يقدروش يقتلوا مين؟ الرسول. ليه الفرق بين الاثنين؟ لأن النبي لا يجيء بتشريع جديد، الرسول هو الذي يأتي بالتشريع، والنبي إنما يجيء نموذج سلوك للإيمان الذي جاء به الرسول السابق له أو المعاصر له. إذا لم يجيء بتشريع إيه؟ بتشريع جديد. يبقى كل مرسول من الله، ولذلك يجب أن تفهم أن الرسالة من الله، إما رسالة نموذج أسوة وإما رسالة منهج ونموذج أسوة. فالرسول جاء منهجا ونموذج أسوة، والنبي أرسل إيه؟ نموذج أسوة بس، علشان يعرف أن من الممكن للبشر أن يحملوا نفسهم على مطلوبات منهج الله، وهو ده قدامكم أهو. يبقى إذا من الممكن أن يقتل منهج الأسوة، إنما يقتل الرسول اللي جاي بالأشياء. يقول لهم البعث ليه؟ كيف يرسله وبعد ذلك يمكن منه من لا حتى لا يبلغ الدعوة؟ يبقى دعوة بس. ولذلك يجب أن نفهم أن النبي والرسول الاثنين مرسولان من الله، بس هذا لمهمة وذلك لمهمة. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وما أرسلنا من رسول ولا نبي. يبقوا الاثنين مرسلين ولا لا؟ يبقى النبي مرسل والرسول، وما أرسلنا من رسول ولا ايه ولا نبي. بس التحقيق ان الرسول انما جاء بمنهج وسلوك، والنبي انما جاء ليه؟ بسلوك. فمن الممكن ان يقتلنا بينما الرسول، يبقى كان يجب انهم ما يفكروش في انهم يقتلوا الرسول. هذه المسألة جاءت فيه وهو خير الماكرين، لأنهم أرادوا أن يتخلصوا من عيسى، وذلك شأن المغلوبين لمنهج الحق وحجة الحق وبرهان الحق ودليل الحق. ما يقدرش أبدا يعيش مع اللي مش قادر عليه حجة، ده يقوم بده يتخلص أي منه. ولذلك يجب أن يفهم الذين يحبون أن ينتقموا من أعدائهم، واحد بده ينتقم من عدوه يوم يقتله، نقول له هذا أول الفشل منك وأول الخور وأول الضعف. معنى ذلك أنك أقررت أنك لا تستطيع أن تواجه حياته ولا يمكن إلا أن تتخلص منه. إنما لو كنت راجل كنت واجه حياته وواجه حركته وواجه إيه مقاومته علشان تبقى راجل، إنما تقتله تموته تبقى أنت دلت على أنك إيه، على أنك فاشل وعلى أنك ضعيف لا تستطيع أن تقاوم أي حياة هذا الرجل ولا منهج حركته في الإيه. يبقى إذن التبييت والخدعة والقتل دي خور ولا مش خور؟ يبقى خور. نعم. فإذا ما فكروا في أن يقتلوا دل ذلك على أنهم لا يستطيعون أن إيه
ان يواجهوا حياته، عايزين يتخلصوا منه. وما دام ما يستطيعوش انهم يواجهوا ايه حياته ولا منهجه، مره يحاولوا يطمسوا المنهج، ما يقدروش يطمسوا المنهج، يقول لك اللي جايب المنهج ده ايه الموت. ولذلك شوفوا الكفار لما واجهوا الدعوه المحمديه بالتكذيب قالوا لهم ايه، قالوا لبعضهم لا تسمعوا لهذا القران، لا تسمعوا لهذا القران، والغوا فيه. ساعه ما يجي يقرا ولا حد يقرا غلوشوا عليه. الله، اذا انتوا مش قادرين تواجهوا منطق القران. لو كنتوا قادرين تواجهوا كنتوا خلوه ايه يقول اللي يقول، وبعد ذلك ان كان عندكم حجه قولوا. وبعدين مره ما يقول لك على الاصل نفسه، الم يريدوا ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا وبيتهم. اهو شوف مكروا عملوا ايه، قال لك نخاف ان واحد من الناس قتله ان تقوم العصبية لمحمد من قبلته فيقتلوا المين القاتل. نقوم نلف الحكاية نعمل ايه، قال لك اختاروا من كل قبيلة ايه فتى جلدا عشان يسيح دمه في الايه قبائل، ما تقدرش تواجه القبائل كلها، مش ده لون من المكر. قال لهم طب امكروا موضبوا وهاتوا فتيانكم واعدوهم وخلوهم كده ايه موجودين، وبعدين انا هخليهم مر عليهم كده عشان يثبت انهم اغبياء ومغفلين. يلا وهم مكروا عشان ايه، اذ يمكروا بك الذين كفروا ايه يا قتل يا اثبات يا اخراج من الله. وبعدين ربنا قال له فاجئهم بانه هو خرج من وسطهم كده فاغشيناهم فهم لا ايه لا يبصرون. يقول لك طب امال ايه الحكايه دي ما دام ربنا كان عايز ينجي ينجي باي سبب. لا لا لا، لن تنتصروا على محمد لا بالمواجهه ولا بالتبييت. بده يقطع عليهم السبيل. يقول لك طب وسابوا انما كان يقدر كده يحميه ويخرج كده، قال لك لا، لان ده تبييت. فهو غرضه يقول لن تستطيعوا ان تقاوموه لا بالمواجهه ولا بان تبيتوا له. ما هو التبييت ده هو حجة اللي يقول لك لا نبيت له، نقول لا ولا بالتبييت كمان، او التبييت او بانه. والا فكيف يهاجر تابع من اتباعه صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا عمر رضي الله عنه يهاجر علنا؟ مش كده حصل؟ يقول ايه من اراد ان يسكن ايه؟ امه او يرمل زوجته او يوتم ولده فليلقني وراء هذا الوادي. شو الشجاعة في الهجرة؟ ورسول الله يهاجر خفية. لان رسول الله دائما صلى الله عليه وسلم اسوه للضعيف، القوه يقدر يحمي نفسه ويطلع، طب والضعيف لازم يهاجر خفيه. اهو قال لك الاسوه فيها دائما اسوه لمين؟ اسوه للضعيف، لان القوي مش عايز، القوي يقدر يعمل ايه؟ فهم لما مكروا ربنا مكر، مش كده ولا لا؟ وقد مكروا ايه؟ مكرهم وعند الله مكرهم، ده كلام على. يبقى الحكايه دي جايه عشان انهم ارادوا ان يتخلصوا من سيدنا عيسى. اتخلصوا من سيدنا عيسى؟ نعم. فربنا قال له بقى ايه؟ اسمع بقى مالا. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. بعد حكاية المكر قبل الحكاية دي دليل على ان عيسى عليه السلام احس منهم زي ما احس الكفر واحس التبييت وهو الى اخره، احس منهم بيعملوا برضو ايه امر القتل، فطمئنوا في نهاية المعركة. قال له يا اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كم واحدة ايه متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. اربع حاجات اهي. طيب عايزين نقف بقى عند كلمة متوفيك. احنا لما بناخد بعض الالفاظ بناخدها ويغلب عليها المعنى الشائع ثم تموت المعاني الاخرى في اللفظ في ريح المعنى الشائع، فنفهم ان اللفظ ده جاي لهذا الايه المعنى. كلمة متوفي ووفاء بنفهمها لمين؟ للموت. بيقول لا، ارجع الى اصل استعمال اللفظ، فانه قد يغلب معنى على لفظ، هذا اللفظ موضوع لمعان متعددة، ف
فتأخذه أنت من المعاني المتعددة لتجعله خاصا بهذا الايه المعنى. هي كلمة التوفي معناها ايه؟ انت خدتها على انها معنى الوفاة، معنى الايه اللي هو الايه الموت. يقول له طيب يا اخي الم يقل ربك الذي قال اني متوفيك، الم يقل في الكتاب نفسه هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار؟ يبقى يتوفاكم هنا بمعنى ايه؟ ينيمكم. خلاص كده؟ ادي معنى من معاني التوفي. طيب الم يقل الحق في كتابه ايضا الذي قال فيه اني متوفيك، الم يقل الله يتوفى الانفس؟ هو كان الاصول حين نومها، انما سمى النوم موت ايضا، الله يتوفى الانفس حين ايه موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يبقى سمى الموت ايه؟ النوم موت، ودي توفي ايضا. هذا من ناحية منطق القرآن. يبقى منطق القرآن بيّن لنا أن كلمة توفى معناها ليس هو الموت وإنما تأخذ معاني أخرى، إلا أنه غلب اللفظ عند المستعملين للغة على معنى فاستبد اللفظ عندهم بهذا المعنى، فإذا ما أطلق اللفظ لا ينصرف إلا لهذا المعنى. نقول لا، لازم تشوف اللفظ ده جاي ليه. طب ولماذا يختار ربنا اللفظ كده؟ قال لك لأن الأشياء التي قد يقف فيها العقل ولا تؤثر في الأحكام المطلوبة يأتي فيها الله بأسلوب يحتمل هذا ويحتمل هذا حتى لا يقف في أمر لا يستأهل وقفه. الذي يعتقد أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، ما الذي زاد عليه من أحكام دينه؟ طب الذي لا يعتقد أنه رفع، ما الذي نقص عليه من أحكام دينه؟ إذن قضية لا تؤثر في الأحكام المطلوبة من العبد إلا أن العقل يقف فيه. يقول لك إزاي يتخد ويترفع للسماء وتعمل مش عارف إيه، يوم يجيبها بلفظ يحتمل أن واحد يهرب من الحكاية دي، يقول لك لا ده مات زي مات، إيه اعتقدها زي ما تعتقدها، لا تؤثر إيه؟ أبدا. يبقى إذن الأشياء التي لا تؤثر في الحكم المطلوب من الخلق يأتي بها الله بكلام يحتمل الفهم علشان ما يقفش العقل البشري في مزلة لا تضر ولا تنفع. انتهينا؟ هل هي مسألة يقف فيها العقل؟ نقول له طيب بعد ما عرفنا ان توفى تأتي بمعنى ايه النوم من قوله سبحانه ايه والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، والله يتوفى الايه الانفس، بل سمى الموت النوم موت مش كده؟ لانه هي النوم ايه ازاي يعني؟ مش هو غيب عن حس الحياة؟ غيب عن حس الحياة خلاص، ده كلام عالم. طب واللغة بقى، احنا القرآن قال كده واللغة العربية، قال لك يا اخي لما تقول ايه استوفيت مالي يعني طلبت مالي تماما، واحد مدين لك وقال لك اتنزل له عن كذا، تقول لا انا لابد ان استوفي ايه استوفي مال يعني اخذه ايه تماما، استوفيت مالي ايه فتوفيته يعني اخذته ايه تاما، يبقى برضو معنى اخذته تاما. طب يبقى معنى متوفيك يعني اخذك تاما يعني ايه؟ قال لك لان احنا عرفنا ان هناك فارقا بين الموت والقتل، كلاهما يلتقي في انه ايه سلب الحياة، بس سلب الحياة يأتي مرة بنقض البنية، نضربه على نفوخه نوقف نفوخه نوقف قلبه نعمل له اي حاجة يموت، هو مات صحيح وذهبت منه الايه الحياة، انما بنقض البنية ولا لا بنقطع رقبته بننقض البنية، انما الموت ما يكونش بنقض البنية، تتخذ منه الروح كده وبنيته ايه كلمة زي ما هذا الايه. ولذلك فرق الله في قرآنه الحكيم بين موت وقتل وان اتحدا معا في ان الاثنين ازهاك الحياة، قال افإن مات او قتل
أفإن مات أو قتل الاثنين بيؤدوا إلى إيه؟ إلى أن الحياة بتنتهي. بس ده بنقد مين؟ بنقد البني. ولذلك يقدر البشر على البشر فيقتلون، ولكن البشر لا يقدر على البشر فيميتون. ما حدش يقعد كده يقول انا عايز ده يموت، لا يموت روح ضربه على حاجه كده تروح مطلعه روح. اذا فالبشر يقدرون على البنيه، بشر يقدروا على ايه؟ البنيه. بيقول البنيه دي مش هي بتنزع الروح، لا، لان الروح كما قلنا سابقا تحل في الماده فتحيا، تنزع من الماده فترم تبقى لمه، مش كده ولا ايه؟ لما تنزع من الماده فترم. يقول له اذا الروح لا تسكن في بنيه الا لها مواصفات خاصه، عقلها تكون خلاياها مش عارف ايه، قلبها يكون مش عارف ايه، مواصفات ايه تيجي الروح للمواصفات الخاصه دي. اذا احتل شيء من المواصفات الخاصه الاساسيه الروح ما تقولش ما تسكنش هنا. يبقى الروح مش اتنزعت لانها تريد ان تنتزع بلا سبب، ده هي لان البنيه مش صالحه لسكنها. ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا مثلا الكهرباء اللي في البيت، نركب الكهرباء ودايره وكل حاجه، وبعدين نيجي ما نعرف انها فيها كهرباء ازاي، نجيب لمبه مصباح ونروح عاملينه في البيت، تيجي النور، اللمبه جابت النور؟ طب ما النور موجود، انما لا يظهر النور الا في بنيه بهذه المواصفات، بدليل انك انت لما تكسر اللمبه تروح الكهرباء. طب الكهرباء لسه موجوده، قال لك لا، ده اصل الكهرباء ما تحلش الا في ايه؟ في زجاجه. كذلك الروح بالنسبه للايه؟ للجسد. الروح لا توجد الا في جسد له مواصفات ايه؟ خاصه. اهم هذه المواصفات الخاصه ان خلايا الزين ما تكونش ماتت، ان القلب وقف من الممكن يشقوه ويعملوا له ايه؟ عمليه تبديل، انما قبل 7 ثواني. لان انما اذا باظت خليه المخ انتهى كل شيء، تبقى المواصفات ان الروح ما تحلش الا في موت. فاذا ما هدمت انت من البنيه هذه تبقى انت قتلت. يبقى القتل هو ايه؟ اذهاب الحياه بهدم البنيه. انما الموت اذهاب الحياه بغير هدم البنيه. ما يقدرش على الا ربنا بقى. انما خلقه يقدروا على البنيه، مش ماده يقدروا يخربوها ويعملوا فيها الايه؟ اللي يعملوه. نعم الان احنا قلنا كده ايه؟ يبقى متوفيك، يبقى ايه؟ استوفيت المال يعني طلبته ايه؟ كاملا تاما. وتوفيته يعني اخذته ايه؟ كاملا. ده كلام على الاول. حين يكون الحق ان متوفيك يعني ايه؟ يعني ايه؟ اريدك ايه؟ تاما. يعني خلقي ما يهدموش في بنيتك حاجه. اتفهمني؟ فهمت؟ اربط اربط اني متوفيك يعني ايه؟ يعني طالبك الي تاما. والي ليه بقى؟ قال لك لانك انت في الارض عرضه لاغيار البشر من البشر، فانا هوديك في حته ما يروحوش فيها تبقى خالص ليا انا. يبقى خدتك تام منهم ولا ما خدتكش؟ خدتك تام منهم. خدتك تام، يبقى اني متوفيك يعني ايه؟ اخذك تاما. ومعنى تاما الروح في جسدك بكل مواصفاته، فالذي يقدرون عليه من هدم المادة لن يتمكنوا منه. خلاص؟ ويبقى ورافعك الي مستقيمة مع متوفيك ولا لا؟ طب ونقول اشمعنى خدت المعاني دي وسبت معنى التوفي اللي هو الموت؟ يقول له طب وما كان يرافعك الي وبعدين يبقى يتوفاك بعدين؟ يقول له هب ان المعنى هذا. من الذي قال ان الواو تقتضي الترتيب في الحدث؟ انت مش عندك لغه عربيه؟ من الذي قال ان الواو بتقتضي ترتيب؟ الم يقل فكيف كان عذابي ونذر؟ هو العذاب جه بعد النذر ولا قبل النذر؟ ده بعد النذر. يبقى الواو تعوز الجمع بس، جمع الحدثين، انما ده ويا ده قبل ده بعد ده ملهاش. طيب الم يقل الله في كتابه ايضا واذ اخذ الله ميثاق النبيين ومنك ومن نوح؟ تبقى اذا الواو ما بتقتضيش ايه؟
ما بتقتضيش. على فرض انك اخذت متوفيك اي مميتك، ها يقول ومن الذي قال ان الواو تقتضي الترتيب بمعنى انه متوفيه ثم يرفعه؟ ولماذا لا تقول يرفعه ثم متوفيه؟ يقول لك طب وليه جد الاول؟ قال لك لا، لانه يمكن نقول ان رفعك يبريه من الوفاه، نقول الموت ده هتموت قطعا، بس بعدين الموت ضربت لازم، يعني ان رفعناك برضه هت ايه؟ هتموت. عال الاول ده الكلام من ناحيه النص، من ناحيه النص الايه؟ نص القرآن. فإذا ما ذهبنا إلى الحديث وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله أن يشرع وأن يقول وأن يبين، مش قال له أنزلنا إليك إيه لتبين للناس ما نزل. إذن فالحديث بيان من القرآن. فإذا كان الرسول كما رواه مسلم والبخاري، كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ وإمامكم يبقى النبي ادانا فكرة ان لسه هينزل مين؟ ابن مريم. يقول له طيب تعالى بقى نقف كده نشوف وقفة عقلية، ما هو العقلانيين اللي بيتعبوا الدنيا. يقول لك طبعا خليكوا عقلانيين، يعني عقل عقل مش عقل مجانين، خليك عقل عقل. يا عقلانيين، أقبلتم في بداية عيسى أن يوجد من غير أب على غير طريقة الخلق في الإيجاد والميلاد؟ الله، فإذا كنت قد قبلت بداية مولده بشيء عجيب خارق للنواميس، فكيف تقف في نهاية حياته إن كانت خارقة للنواميس؟ إيه اللي خلاك تقف الوقفة دي؟ إيه اللي خلاك تقف الوقفة دي يعني؟ طب هل كانت حياته بدءا متفقة مع النواميس؟ لا مش متفقه مع النواميس. طب يوم ده لما يقول لك في نهايته برضه هيبقى مختلف مع النواميس، يبقى ايه الخلاف فيه؟ الذي جعلك تقبل العجيبه الاولى يمهد لك ان تقبل العجيبه الثانيه. ما فيهاش مشكله دي، ده كلام على الاول. اذ قال الله يا عيسى متوفيك، وفهمنا متوفيك ورافعك إلي بعد أن كنت بمادتك في الأرض مقدورا عليك من البشر، يقدروا على مادتك يعملوا فيها اللي يعملوا، فأنا عايزك أنت تعمل كده لي. ومطهرك من الذين كفروا من خبثهم وإيه وخبثهم ونجاستهم، ومطهرك من الذين إيه كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الله، جاعل الذين اتبعوا، كلمة اتبع تدل على ان فيه متبع يتلو متبعا. متبع يعني ايه؟ الضم واحد. يبقى المتبع هو الذي يأتي بعد. طب وجائل الذين اتبعوا، من هم الذين جاءوا بعدك من مناهج السماء؟ من الذي جاء؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاعل الذين اتبعوك، ان كان اتبعوك يعني اللي يجي ايه بعدك. طب والذين اتبعوك على المنهج الذي قالوه ولا على المنهج الذي قلته؟ يبقى اذا اللي يتبعك على غير المنهج الذي قلته ما يبقاش تبعك، واللي جاي بيصحح الوضع على المنهج اللي انتونه يبقى هو دول اللي ايه اللي تبعك. ودي اللي جي صحح الوضع ده مين؟ محمد صلى الله. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، يقول له الله ان اردت هذا وانها امة محمد المعنية لانها هي التي جاءت ايه التي جاءت بعد، ولأنها هي التي تعتبر اتبعته بحق لأنها صححت كثيرا من القضايا التي انحرف فيها القول، واقع الحياة غير هذا. يعني لا تزال الناس اللي هم منسوبين إلى المسيحية واللي غيرهم غالبين، واللي انت بتقول عليهم مش فوق. انك ما انت اردت الفوق الغلبة والنصر، ولا الفوق فوق الحجة والبرهان. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ان كان يوجد منصفون عقلاء يزنون الامور بحججها وبادلتها
فإنهم لم يجدوا إلا قضية الإسلام وعقيدة الإسلام. إذن فالفوقية فوقية ظهور دليل، ظهور دليل. ولذلك لما قلنا ما الحق سبحانه وتعالى حينما قال في أمته صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله، قال ولو كره إيه، ومرة تانية قال ولو كره إيه المشركون. معنى ليظهره، واحد يقول لك يا أخوان لسه أديان كتيرة والإسلام ما ظهرش عليها، مليين الدنيا هم ده اللي موجودين في المسلمين 700 إيه مليون، وإحنا عندنا 4000 إيه مليون على غير الديانات، مفيش ما ظهرش على الدين كله. يقول لك يظهر إظهار إيه حجة، وإظهار حجة لا من قبلكم أنت ولكن من قبلهم هم. إزاي من قبلهم هم؟ قال لك الناس دائما حين يجتمعون يشرعون، يشرعون قوانين علشان يحددوا مصالح البحر. فانظر إلى من يشرع من جنس تشريع الأرض، أرأيت تشريعا أرضيا ظل على حاله ولا عدل؟ طب عدل لماذا؟ لأن الذي وضع التشريع الأول لم يكن عنده علم واسع بمقتضيات الأمور التي تجد، فلما جدت أمور في الحياة لم تكن في ذهن من شرع أولا، احتاجوا الناس إلى أنهم يعدلوا. طب فإذا عدلوا، امسك أي قانون بشري معدل في أي قضية من قضايا الكون وانظر إلى أي اتجاه يسير، إن لم يلتقي مع الإسلام فيقرب من الإسلام. يبقى لما يروحوا لقضية، لما كانوا أيمن ضج في أوروبا على الطلاق في الإسلام، ما الذي حدث؟ جاء في أنف الفاتيكان وتحت سمعها وبصرها وشرعوا مين؟ الطلاق. أشرعوه لأن الإسلام قال؟ شرعوه لأن أمور الحياة أخضعتهم إلى أن يرفضوا التقليد. فكأن أمور الحياة أخضعتهم فكأنهم أقاموا الدليل على أن ما ذهب إليه الإسلام قبل التجربة كان حقا، أن ما ذهب إليه الإسلام قبل التجربة كان حقا، بدليل أنكم لجأتم إليه لا كمسلمين ومؤمنين به، ولكن لأن مصالح حياتكم لا تتأتى إلا به. أتريد ظهورا وغلبة أكثر من الدليل يأتي من الخصم؟ تلك هي الغلبة، مش الغلبة من الأمة، لا أبدا. ده كلهم وصلوا إليه مع أنهم يكرهوا الإسلام، ده دليل على أنهم يعني لم يجدوا أبدا، ولو كانوا وجدوا حاجة ما كانوش إيه يجي مثلا في الربا. اللي عايزين اللي عايزين هناك في أوروبا، اللي عايزين هنا يحللوه، يجي أوروبا اللي هي جاي من هنا عايزين ينتهوا منه يتخلصوا منه، يجي تيجي يقول لك لا يؤدي المال وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر. طب بالله خدوا العبارة كده، طب إذا انخفضت الفائدة إلى صفر يعني إيه؟ طب ما تقول ما فيش ربا، مش عايز لأن فيه دين بيمنع الربا. طب وإيه اللي ألجأكوا إلى هذا؟ قال لك فساد الحياة، وجدوا أنه أساس الربا، ولذلك حبوا يمنعوا الإيه؟ لأنه وصلوا إلى ما إلى ما بدأ به الإسلام من 14 قرن. أتريد غلبة وتريد فوقا وتريد ظهورا وتريد أكثر من هذا بالنسبة إلى دين الله؟ يبقى إذن هم الخصوم للإسلام يضطرون إلى إيه؟ الجماعة وفد النساء اللي جه من أمريكا علشان يبحث المرأة ونظامها، إحنا قاعدين في مصر هنا وجه الوفد من أمريكا فقالوا اقتراحاتكم يا أمريكيات إيه؟ أمريكيات قالوا إيه؟ قالوا أن تعود المرأة إلى بيتها. لا، نساء مصر يقول لك لا، لابد أن تخرج إلى المجتمع لتؤدي دورها في الحياة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. جاعل الذين اتبعوك أي ساروا على منهجك الأصيل الذي جئت به من مين؟ من الله. خلاص؟ فالذين يقولون فيك ما لا يقال من ألوهيتهم اتبعوك؟ اتبعوكش. يبقى اللي يتبعك هو اللي يجي مين؟ على منهجك، لأن المسألة مش أصور رسول إلى بني إسرائيل، لكن ديانات السماء
مش جاية لعصبيات الجنس، لا جنس ولا قومية ولا وطن ولا أرض. الكلام ده مينفعش، الكلام ده عندنا إيمان. المنهج هو الايه؟ هو الذي يربط. ولذلك هو سيدنا نوح ربنا قال لنا قصته كده عشان نتفكه بها، ولا علشان هو ربنا وعد نوح انه هينجيه اهله، وبعدين لما جت حكايه ابنه بقى ويقول له اركب معنا، وقال له لا، قال له ان ابني من اهلي. الاهليه التي قالها نوح اهليه ايه؟ الدم يعني من دم. قال له لا، انه ليس من اهلك، لان اهل النبوه هم المؤمنون بها، ادي اهل النبوه. يبقى اللي متبعينه مش اللي اسمه مسيحي او اللي اتبع مسلم، مش اسمه يهودي، والذي يتبع منهجه الحق، لان هذه اسماء فقط، فما فيش في الدين حاجة من دي ابدا. الانبياء ميراثهم ايه؟ ميراثهم المنهج، ميراثهم العلم. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلمان وهو فارسي لا يجتمع مع رسول الله في ارومة العربية، سلمان منا مش بس عربي، لا منا آل البيت. سلمان منا هذه الايه بالكلام. يبقى وجعلوا الذين اتبعوك اي ايه ساروا على ايه؟ منهجك الذي ايه؟ جئت به. فالذي يصوم منهجك الذي جئت به هو الذي يجعل فوق. هل الفوقية فوقية انتصار كده وساحة جغرافية؟ نقول لا، قد تكون فوقية دليل، الدليل ما يلزمش. نقول له ما يلزمش ازاي؟ تقدر ندلل عليه؟ نقول لا، والذين لا يؤمنون به يدللون عليه. كيف يدللون عليه؟ انهم يسيرون فيما يقننون من تقانين البشر الى ما سبق اليه تقنين السماء. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. مدام فيه فوق وكفر واتبع، فيه متبع وفيه كافر، مش كده؟ وده فوق ده، يبقى اذا فيه خصومة وفيه قضية ولا لا؟ في حق وباطل ولا لا؟ في هدى وضلال ولا لا؟ على الاول لازم بدنا فصل بقى، عايزين ايه؟ فصل. الفصل ده ساعة ان لا يوجد للانسان تصرف ارادي على ذات نفسه ولا على سواه، لانه يقدر مثلا الظالمين يقعدوا يتصرفوا في الارض ولا لا؟ لكن لما يكون المرجع الى الله، والله بيقول انا ملكتكم وانتم عصاه لي كثير من الاسباب، ويمكن الظالم يقعد يتحكم، ويمكن الباطل يقعد يتحكم، لانني جعلت لكم ارادات ومرادات اختيارية. لكن في يوم القيامة بقى مفيش، لمن الملك اليوم؟ يبقى اذا الحكم جاي على ايه؟ بدون منازع. من اين؟ لمن الملك اليوم؟ لله الوحيد. وقلنا سابقا والذي يدل على ذلك استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اللي كان بيتبع واحد على ضلال، المتبع يقول انا ماليش دعوه به، يوم عين المتبعين على المتبعين يقول يا رب رجعنا كره عشان نطلع عينيهم اللي هربوا منا دي. ده من ناحيه الغير والغير. من ناحيه الجسم نفسه يقول ما بتشهد الايه؟ الجلود، وبتشهد الالسنه، وبتشهد الايدي ولا لا؟ طب ما هي انت؟ قال لك لا، ما هو كان له إرادة علي يرغمني على أن أفعل ما لا أحب، لكن دلوقتي ما فيش إرادة ولا إرغام ولا ملك لأحد أبدا. الملك لمين؟ لله. أن تشهد الألسنة وتشهد الجنود وتشهد مش عارف إيه، خلاص لأنه لم يعد فيه ملك. فأحكم بإيه؟ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ليكون ثمرة الحكم إيه؟ طب الحكم علشان ندي ده حقه وده حقه، لكن هل يجي فيه تكليف بعد كده؟ لا لا، عشان الجزاء، لانني ساعتها اريد ان احكم، يبقى لما اقول احكم بالحق يبقى يمشي من ناحيه الحق كلهم، وما عادش في عمل هنا، فخلاص احنا رحنا للايه؟ للاخره، ما عادش في، يبقى الحكم هنا لايه؟ للجزاء. وما دام هناك ايه؟ هناك متبعون وكافرون، وهناك جماعة فوق جماعة، وإلى الله مرجعهم وحيحكم بينهم فيما يختلفون، يبقى لازم نشوف الحكم ده هو إيه؟ إيه الحكم اللي حيكون؟ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. بالله ما كانش ربنا يجيب الذين آمنوا الأول؟
هم قال لك اصلا مؤمنين بالحكايه دي خالص، ده مش عايزين يقول لهم تاني، ده هو مؤمنين وفاهمين. يبقى اللي ماكف مين؟ كفره. فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا. خدوا بالكم بقى هنا من حته، طب الكلام ده الحكم هيبقى امتى؟ في الاخره مش كده؟ طب شوف كده رتب عليه، فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا قال في الدنيا والاخره. طب ده في الدنيا دي هتبقى قبل الحكم. اعذبهم عذابا شديدا، يعني لا تعتقدوا ان تعذيبي اياهم في الدنيا يعفيهم من تعذيبي لهم في الاخره، لان التعذيب في الدنيا انما يفيد من امن بي، اما من كفر بي فاني اعذبه في الدنيا والاخره. مش لما احكم بهم اعذبه في الاخره اضم عذاب الاخره الى عذاب مين؟ فتكون الحصيله بعد كل شيء ان يعذب في ايه؟ في الدنيا وفي الايه؟ وفي الاخره عذابا شديدا. قال لك لان الحدث حين يقع من محدثه لا بد ان تلحظ فيه القوه التي تناسب من احدث. تيجي تقول نشوف الولد عمال بيكسر في الشيء الفلاني، الطفل بيكسر في الشيء الفلاني، وبعدين غلام فتى كده فتى، يقول الفتى بيكسر في الشيء الفلاني، رجل غاوي مصعد، يبقى لازم الحدث يتاخد ايه؟ بالنسبه لفاعله. بالنسبة لإيه؟ لفاعل. فإذا كان الفاعل هو الله يبقى العذاب ده له حد نطاق عليه، وبعدين وصفه بإنه عذاب إيه؟ شديد. وأما الذين آمنوا، المقابل معروف، يعني من غير أن يأتي به، ما دام اللي كفروا هيعذبهم عذاب شديد يبقى الذين آمنوا ينعمهم نعيم إيه؟ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وإلى لقاء